في هذه المباريات خصوصا ديال كاس العرش تيكون الاهم هو التاهل، ان الخصم اللي ما كانش سهل شفنا مجموعه من انديه القسم الثاني ولا حتى من انديه الهوات اللي خلقات المفاجاه وحرجات انديه القسم الاول. على العموم حنا الحمد لله غاديين في ذاك الديناميكيه اللي متعودينها دائما بعد الانتصار الاخير في البطوله، فدخلنا المباراه بنيه مرتفعه رغم تلقي الشباك ديالنا الهدف في يعني في مدابيه المباراه، فبقينا تاكين بعضياتنا وعرفنا بان في اي وقت من الاوقات نقدروا نسجلوا. الحمد لله التاهل غادي يخلينا انا الفتره ديال تقوط البطوله نخدموا في واحد الاريحيه اكثر. هنيئا اللاعبين بالقتاليه ديالهم وب يعني بالثقه ديالهم في راسهم، لان ماشي سهل تلقى هدف في الدقائق الاولى. كان بودنا ان نزيد نسجل اهداف اخرى، ولكن كما قلت مباراة ديال الكاس الاهم هو التاهل. اول شيء كنهني جميع مكونات فريق حسينيه اكادير على التاهل هذا الدور المقبل في هذا كاس العرش. كيف ما تعرف الجميع كاس العرش كيكونوا فيه المفاجات. لعبنا ضد واحد الخصم اللي هو خصم قوي، تيعرف يلعب الكره، تيميتريزي البالون. الحمد لله دخلنا اليوم عازمين باش نحققوا التاهل، يعني وكنا طامحين باش اننا نكملوا على المقابله اللي درنا اللي فاتت ضد اولمبيك اسفي اللي فزنا فيها وحصلنا على 3 نقاط. الحمد لله اليوم الدراري كانوا يعني في نارهم، كانوا رجال، قدمنا واحد المقابله اللي هي قتاليه. التاهل هذا غادي يخولينا ان شاء الله في هذه المرحله اللي غادي تكون يعني مرحله ديال توقف البطوله ولا كاس العرش. غادي تخلينا اننا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نشتغلوا مع الطاقم التقني بقياده سيمونير، ونعرفوا يعني الحويجات اللي خصنا نخدموا عليها والحويجات اللي حنا مزيانين فيها نزيدوا نشتغلوا عليها، ونتمنوا ان شاء الله حد موفق في باقي المقابلات سواء في البطوله الوطنيه ولا كاس العرش. اول شيء كنبغي نهني جميع اللاعبين على هذا الفوز، جميع مكونات الفريق بهذا الفوز هذا وبهذا التاهل هذا. مباراه ما كانتش سهله ضد فريق اللي محترم، لعبنا على نقاط القوه ديالنا والحمد لله كان هدف مباغت اللي بعطر لنا الاوراق شيئا ما، لكن عزيمه الرجال كما تنقولوا استطعنا نرجعوا في المقابله ونحقوا الفوز. كنحمد الله وكنشكروا على هذا الفوز الثاني على التوالي. الحمد لله بقينا مستمرين في سلسله انتصارات. هناك فتره راحه اللي غادي تكون فيها واحد الكونسنتراسيون واحد البريباراسيون، منها غادي نخدموا ان شاء الله مع الطاقم التقني والطاقم الطبي على نقاط الضعف ديالنا اللي خصنا نحسنوها ان شاء الله، وان شاء الله غادي نعودوا بصوره مشرفه وبصوره اقوى ان شاء الله في القادم. شكرا.